معكم سبايكي في القطب الجنوبي السعودي. والله يا برد، خلك وحش، خلك باباي. تحس ما في شيء، اروح اشوف شيء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي، إن شاء الله ومشيئة الله. من المدينة إلى خيبر، ومن خيبر إلى العلا، ومن العلا إلى تبوك، ومن تبوك إلى علقان، مهطل الثلوج. رايحين هناك عشان نصور لكم الثلج. طبعا كل الأرصاد الجوية يقولون إن تبوك فيها موجة برد جدا شديدة، وبإذن الله سوف أخذ جميع ملابسي من الآن وصاعدا، إن شاء الله أنها تكفي ملابسي هذه اللي بروح فيها، لأن البرد مرة شديد. طبعا أنا أول مرة أروح تبوك، وأول مرة أروح علقان، وأول مرة أروح للجهة الشمالية قريبة من الأردن. إن شاء الله إن نستمتع بالرحلة هذه الجميلة، خليكم معايا. تفرعوا يا عبادي، يا ترى احنا رايحين بنشاك. هذا ايوه والله الحمد لله على السلامة، والله دوبنا وصلين. بتاخذ غطة ترى وبتطلع. Just wanted to know why Matt Hardy did not want to suffer the same fate, and he will. And on. What of the night? دوبنا وجينا، ايش بك؟ اصبر شوية، دوبنا وصلنا. الحمد لله على سلامتنا، دوبنا وصلنا تبوك. طبعا وصلنا الساعة 11:50 دقيقة بالضبط، بنريح لين الساعة 3 وبعدها على علقان. بس والله جعان. هدي يا شيخ، الله ما شاء الله تبارك الله، مره زحمه يا لطيف. الله يستر الله يستر، الله يصلحك يا شيخ، الله يصلحك. فروض الطريق ذا ما حد يتجاوز، تخيل لو في سياره هنا الان على طول صقع. طبعا احنا الحين دخلنا طريق علقان، ما شاء الله تبارك الله جدا زحمه، واعتقد ومتاكد 100% ان علقان جدا جدا زحمه. اهلا وسهلا بمتابعينا الاعزاء والاصدقاء حبايب قلبي، وصلنا علقان، وصلنا والله بالقوة. البرد ما يمديني اهرج. في احد عندي هنا؟ ما شاء الله تبارك الله رب الكعبة، الجو مرة اسطوري، مرة حلو، درجة الحرارة تقريبا 2 تحت الصفر. صراحة ما حضرنا اللي هي العاصفة الثلجية اللي احنا نبغاها، بس شوف الثلج ورايا على الجبال، ورب الكعبة يا برد، احس يدي ثلجت والله يا برد، برد شديد شديد جدا. يا ولد وجهي صار بنفسجي، ها ولا وجهي صار بنفسجي، خشمي صار احمر. انتوا شايفين حبايب قلبي يدخل حتى يدي على الكبوت، والله حتى الكبوت بارد. ايش الدنيا هذه البارده اللي كذا؟
ما في حياة هنا؟ كيكة؟ والله يا بني وين رجلو؟ والله يا برد. معكم سبايكي في القطب الجنوبي السعودي. والله يا برد خلك وحش خلك بضاي. احس ما في شيء اروح احس ما في شيء جوت. والله ما يبديني والله الهروب يا خوي ورب الكعبة يا برد شديد وخر حس الرقبة نشبك. والله نصيحة لا تطلع مربى الكعبة نصيحة. يا ويلي ويلي يوتس عوذ بالله اتكثوا احنا في سيبيريا. جيبوا اللاعة. والله متسلح خوي والله متسلح الصوت على النبي. والله ما اخرج ورب الكعبه يا برد شديد. يمين بالله برد شديد. امسك يدي امسك يدي بس امسكها امسكها ناشفه يعني بالليل. يا سلام اخيرا طلعت الشمس والاجواء تحسنت صراحة. أول والله مرة برد درجة ورب الكعبة ما أقدر يعني أقفل على يدي قوة البرد. في برد بس يلا. والله صراحة أول مرة أنا أجي تبوك وأول مرة أجي قرية ألقان. صراحة كنت متوقع يعني مرة ثلج بس أمس الساعة 11 بالليل نزل ثلج هنا على ألقان بس إني كنت دوبي واصل تبوك. قالوا إنه في موجة على الصباح بس ربي ما كتب. يلا عوافي. والله المعذرة ترى ما أقدر أصور مرة كثير لها من جد برد ومعاي قفازات. يلا عذر أقبع من ذنب. بس والله الجو والله مرة يفوز صراحة. إحنا ما تحمسنا كنا بنطلع يعني جروب كامل نص العيال عندهم ظروف بس يلا يبغى لنا طلعة من إلى. وكينج الكشتات كان بيطلع معانا بس قهر حصل له ظرف وما جاء. ولا كان مجهز الجيب هو اللي كان يتابعني سناب يعرف الجيب حقه مجهزه من الى من عزبه من لمبات من السندات من اصابيعي بتموت. طبعا سبحان الله الجبل مخرب هذه بسبة عوامل التعرية. طبعا الجبل من أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى هكذا. طبعا خلصنا رحلتنا الآن ونزلين الآن على تبوك. ما حلفنا الحظ إننا نصادف الثلج بس لقينا مقتطفات من الثلج ولعبنا بها ولكن برد شديد. خوينا في الله اللي وراء من المدينة لين دحين وجالس في السيارة برد الله كريم. شوفوا سبحان الله زي الجمل البارك يا لطيفة مغامرات. أمين الطريق زحمة
تخيلوا درجة الحرارة المحسوسة، هذا كلام الأخبار، يقولون وصلت 10 تحت الصفر. ورب الكعبة مرة ما خط راحتي بالكاملة. والله في لقطات كثيرة ما صورتها بسبة البرد. لما رحت القان كان الثلج مرة خفيف، وأما جبال الظهر ثلج مرة كثير. صراحة ما كنت أعرف الطريق لها. فيلا عوافي، الآن بنام وبكرة خير إن شاء الله. يوم جديد وبسم الله تعشينا، وبعدها على المدينة. ماخذ ملابس حقت اسبوع كلها يوم وراجع سفرياتي زي كذا، انا لخبطه ما في ترتيب. خطه معظم في مناطق مره حلوه، ايش رايكم نفطر هناك؟ لا اصل المدينه. مع السلامه حبيبي. ما كاننا جينا تبوك، جينا نكسب الفندق ونمشي. مسجد دي صح؟ صلاة النبي. خلاص ما بقي شيء على المدينة، بقي 80 كيلو بس. اشتريت الفطور، قلت انه بنفطر بالعلا وزبط الامور، بس والله نفطر قبل ما نوصل المدينة. حياكم الله على الفطور على النواشف. جابوا لنا زبادي وحلاوة طحنية و... كثر الله خير حبيبي. والله خلاص خلصنا الفطور وهوبا على المدينة. باقي 80 كيلو بس. حس اني غايب على المدينة 4777 يوم. اشتقت للمدينة. حاليا نازلين على المدينة، الشمس بوجهك، يعني شيء مرة حلو. الحمد لله على سلامتنا. الله لك الحمد. حان وقت النوم. لا تنسون لايك سبسكرايب.